بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب سوف أشرح كيفية جعل الآلة الحاسبة تعمل بالجافا سكريبت. أنا فقط سوف أشرح الجافا سكريبت، لم أشرح الشكل. لماذا؟ لكي لا أطيل الدرس. الشكل، أنت اختر الشكل الذي يناسبك وصمم شكل أجمل بكثير من هذا، ولكن أنا سوف أشرح فقط الجافا سكريبت. أولا عندنا هيدر مكتوب فيه input type text id type، هذا هو. نحن يا شباب، أنا هنا اخترت الـ input ولم أختار مثلا div. لماذا؟ الـ div لا يتيح لنا الكتابة فيه. مثلا أنا سوف أكتب من الكيبورد، مثلا كتبت رقم، مثلا وضعت هنا 2، أعطاني نتيجة. أما الـ div لا يتيح لنا الكتابة، لا نستطيع أن نكتب فيه، فلهذا الـ input أفضل. وهنا يا شباب أنا عملت مجموعة input، وهنا عبارة عن الأرقام value 7, 8, 9, 4, 5, 6. هؤلاء إنهم هنا، أن تصميمهم تستطيع أن تصميمهم بطريقة input مثل ما أنا عامل، أو بطريقة button، تعمل مثلا button type button value 7 وتعطيه class معين. أنا اخترت input، تستطيع أنت أن تختار الطريقة التي تريدها. أعطي الانبوت كلهم ما عدا الانبوت الأول الذي ستظهر في القيمة، أعطهم كلهم كلاس نفس الكلاس. لماذا؟ سأتبعهم عن طريق الجافا سكريبت. عندما أذهب إلى الجافا سكريبت سوف أشرح كيف. أما الإيكوال لا تعطيه نفس الكلاس، أعطيه ID مثلا أو كلاس مختلف عنهم لكي لا يرتبط معهم. نحن لا نريد أن عندما نضغط على الإيكوال يظهر هنا، نحن لا نريدها أن ينفذ القيمة الحسابية الموجودة هنا. التطبيق، إذا تطبيق الجافا سكريبت هو عبارة عن 3 أشياء. الشيء الأول، أريد أي شيء أضغط عليه هنا ما عدا الكلير والإيكوال يظهر هنا. مثلا ضغطت على علامة الضرب تظهر هنا، ضغطت على علامة الزائد تظهر هنا، علامة الناقص تظهر هنا، أي شيء أضغط عليه يظهر فوق. والشيء الثاني هو عندما أضغط على الكلير يمحو لي كل شيء موجود فوق. والشيء الثالث هو عندما مثلا أعمل عملية حسابية يحسب لي، أضغط على الإيكوال ويحسب أي قيمة أي عملية حسابية موجودة. إذا إن شاء الله يا شباب سوف أبدأ في الجافا سكريبت. إذا هذا هو الكود في الجافا سكريبت، الكود بسيط جدا جدا، سوف أمحه وأبدأ من جديد. أولا سنكتب الفاريبل مثلا var. سنبدأ أولا بالإنبوت، سنبدأ أبدا في الأرقام، عندما أضغط عليهم يظهرون هنا، سأستدعيهم. أنا يا شباب أعطيهم class يساوي give، كل شيء أعطيته أنا لهذا وهذا وهذا، وهو كلهم ما عدا الكلير والإيكوال، هؤلاء لم أعطيهم هذا الكلاس. حتى مثلا var my numbers يساوي document.getElement by getElements by className. ما الفرق يا شباب بين الـ ID والـ className؟ الـ ID يتحمل قيمة واحدة فقط، يعني سيستجيب لأول واحد عنده الـ ID، أما الباقين لم يستجيب لهم لأن الـ ID element getElement فقط سيأخذ واحد. أما الـ class getElements by class name يستطيع أن يأخذ كل الـ elements اللي عندهم هذا الـ class، سوف يأخذهم. نحن يا شباب هذا هو الـ class. هذا أول variable. الـ variable الثاني وهو كلمة clear، هذه هي value clear. نحن أعطينا ID يساوي clear، سوف أسريها عن طريق الـ ID my clear يساوي document.get element by ID clear. بقي هناك الإيكوال،
مثلا هذا هو الإيكوال، الفاليو يساوي إيكوال، هذا هو أعطيناها اي دي يساوي اي كيو، مثلا سوف نكتب هنا إيكوال يساوي document dot get element by id equal. وأيضا سوف أضيف متغير وليكن اسمه i الذي سوف نستخدمه في اللوب. سوف نبدأ يا شباب، سوف أعمل لوب. لماذا سوف أستخدم الفور لوب؟ لأنني أريد عندما أضغط على أي زر من هؤلاء الأزرار يظهر هنا. طيب مثلا نبدأ بهذا، مثلا هذا رقم الإندكس ساعة صفر، يعني رقمه زيرو، هذا أول واحد. طيب يا شباب أنا ما حأجي مثلا أكتب مثلا بلش بأول واحد رقمه زيرو بعدين الثاني رقمه ون، هذه اللوب سوف يحلها. لنبدأ مثلا for i يساوي زيرو، الاي هو اصغر من، اصغر من من يا شباب؟ اصغر من my numbers dot length. my numbers اقصد فيهم الانبوت 7 8 اللي هنا هذا وهذا 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 وهذا، هنقول له حيكون اصغر منهم. شو حنعمل يا شباب؟ حنحطه اي زائد زائد، هذا حيكون في كمان تطبيق على اللوب. شو حيصير يا شباب؟ شو حنقول له نحن الآن؟ حنقول له my numbers، شو حنكتب؟ حنكتب نحن هون i dot on click يساوي function معينة. يعني يا شباب ايه اللي بده يحصل؟ هيروح هو مثلا نحن قلنا له i، يعني سواء 0 1 2 3 اي واحد منهم حينفذ الفانكشن اللي نقولها عليه، اي فانكشن حنعطيها اياه. الاي هنا يساوي صفر، لما اضغط اي بلس بلس سواء الاي حيصير رقمه مثلا 7 5 حيصير. شو حنقول له نحن؟ نحن يا شباب نسينا متغير واحد، نسينا هذا المتغير الذي ستظهر فيه القيمة، سوف نضيفه id يساوي type مثلا انا هم حلو my value يساوي document dot get element by id يساوي type. نحن هنا نريده يا شباب، نريد اي واحد من هؤلاء الازرار عندما اضغط عليه يظهر هنا، يظهر الفاليو تاعه هنا. لهذا انا اعطيته هنا فاليو يساوي 7، فاليو يساوي 8. شو حعمل انا هلا الان يا شباب؟ ماي فاليو، شو حلو انا ماي فاليو دوت فاليو يساوي ذس دوت فاليو. يا شباب انا هنا استخدمت this. this شو يعني؟ يعني هون مثلا افتراضا لو كان رقم ال i يعني يساوي 5، يعني رقم الاندكس يساوي 5، شو ح this شو ما معناها؟ يعني معناتها يلي رقمه 5 اعطني الفاليو تاعه. مثلا لو كان الاندكس مثلا هنا رقمه 0، يعني يلي رقمه 0 اعطني الفاليو تاعه. اما يا شباب لو كان مثلا رقمها 4 نفس الشيء، يلي رقمها 4 اعطني الفاليو تاعه. مشان هيك انا استخدمت اللوب يا جماعة. لو ما استخدمت اللوب كانت بدها تصير مشكلة، كان لا حيقدر مثلا يميز 0 وال 1 وال 2، يعني حتقول له انت مثلا my numbers dot value وحيفوتوا بعضه، ما عندك انت شيء مثلا 10 numbers وانا اي واحد مثلا بدي اختار. مشان هيك انا استخدمت اللوب. this يعني بترجع للي بدي اضغط عليه، يعني this ترجع للي بدي اضغط عليه. انا شو هنا قلت لهم my value، هذا هو my value، هذا هو dot value. شو يعني يا شباب dot value؟ يعني هون نحن عاطينها value 7 مثلا يظهر هنا 7، هون نفس الشيء يعني مشان يظهر بقلبه. الآن نسيب يا شباب ونعمل reload. دائما يا شباب أهم شيء نفتح الكونسول نشوف إذا في أي خطأ، الحمد لله ما في ولا خطأ. سوف أضغط مثلا على هذا
عندما أضغط على this يظهر هنا، مثلا ضغطت على 8 تظهر هنا، 9 يظهر هنا. يعني أي بوتن من هؤلاء، أي input من هؤلاء، سواء الرقم بتاعه من 0 7 أي شيء، المهم يكون من 0 لحد لا أصغر من my numbers dot length. على طول يا شباب نحن بالإندكس نبدأ من 0، أما length يبدأ من 1 2، فنحن نقول له أصغر من. مثلا ضغطت على 5 يظهر هنا، ولكن في مشكلة يا شباب. طيب أنا مثلا بدي أكتب رقم 59، طيب يا شباب 9 يظهر بدل 5، وهذه مشكلة. مثلا أنا لا أريد أن أحصل، مثلا انظروا يظهر بدلهم قبل الإيكوال حط علامة زائد يساوي، زائد يساوي زد دوت فاليو. مثلا نضغط على 7 يظهر، على زائد 2 أصبحوا يظهرون جانب بعضهم. ليس يا شباب، مثلا كنت عندما أضغط يتغير هذا، يظهر شيء بدله. الآن يا شباب ما معنات زائد يساوي؟ زائد يساوي يعني القيمة الموجودة هنا زود لي عليها. يعني مثلا هم هنا موجود 7، لما أكبس على 8 زود لي على 7، يعني حطه جنبه. هذا معناته زائد يساوي. الآن يا شباب انتهينا من أول شيء. الشيء الثاني هو عبارة عن ماي كلير، بدي أضغط أنا على البوتن كلير يمحولي كل شيء موجود هون. شو هنعمل يا شباب؟ هنروح نعمل نحن فانكشن، هنعطيها مثلا اسم وليكن كلير. شو هنقول نحن هنا يا شباب؟ المتغير اسمه ماي كلير، هنقول مثلا ماي كلير ثواني فقط يا شباب، لقد أخطأت. هنقول نحن ماي كلير dot on click يساوي function. الفانكشن هي عبارة عن ايه؟ نحن شو هنقول له؟ هنقول له my value dot value يساوي ماذا؟ يساوي لا شيء. يعني لنرى النتائج يا شباب. مثلا عندي اشياء اكبس على كلير محاهم، بس ارجع اكتب اي شيء، يعني امحي كل شيء مكتوب فيه، امحي كل شيء مكتوب فوق. هذا يا شباب الشرط الثاني لقد انهيناه. باقي الشيء الثالث، عندما اضغط على equal يعمل ينفذ اي قيمة حسابية موجودة هنا، ال equal سوف ينفذها. لنرى يا شباب كيفية جعلها تشتغل. equal dot on click equal dot on click يساوي function ولتكن equal. هناك خاصية يا شباب اسمها eval. هذه يا شباب، هذه الخاصية لا عليك سوى أن تضعها، وهي مثلا لنضعها، ويجب علينا الآن أن نحدد مكان العملية الحسابية. ما هي مكان العملية الحسابية؟ هي هذا، أعطيناه متغير واسمه my value. مكان العملية الحسابية إذا my value dot value بتاعه، يعني مكان العملية الحسابية هنا لنحدد مكانها. شو هنكتب له؟ هنكتب له my value dot value. يعني نحن الآن أعطيناه عملية حسابية، لأنه أي شيء موجود هنا، أي عملية حسابية موجودة هنا احسبها. هيدي خاصية اسمها eval، يمكن تكون جديدة عليكم ولكن سهلة جدا. مثلا أعطيناه 1 زائد 1 يساوي، في خطأ في الكونسول. بس ثواني يا شباب لنرى الآن أين هو الخطأ. equal أعطيناه equal document dot get element by id aq. ثواني يا شباب، eval my value، ولكن بس لن يشاهد. أنا أنشأت الآلة الحاسبة من الزمن البعيد. أوكي شاهد، سوف نرجع قليلا.
أيوة يا شاب، هناك مشكلة بسيطة حدثت. نحن يا شاب وضعنا هذه القيمة، ولكن هذه القيمة يجب أن نضعها، نحن نضعها my value dot value يساوي إيفال. لنرى الآن زبطت كل شيء، الآن أصبح مظبوطا يا شباب. فقط أنا أخطأت في شغلة واحدة يا شباب، أنا وضعت هذه القيمة وضعتها هنا. طيب ولكن أين القيمة ستشتغل؟ يجب عليك أن تحدد مكانها my value dot value، ونحن قمنا بتحديدها هنا. قلنا له هون دوت فاليو يساوي ماذا؟ يساوي ايفال، يعني احسب ماي فاليو دوت فاليو، احسب العملية الحسابية الموجودة هنا. وأعتذر عن الخطأ يا شباب، ولكن خاصية مستعملها من زمن بعيد وناسبها. وهذا هو الدرس كامل يا جماعة، سنطبق عليه. مثلا 4 زائد 3 ناقص 2 تساوي 5، مثلا 7 × 8 = 12، مثلا هذه هي الآلة الحاسبة يا شباب، بطريقة سهلة جدا جدا جدا. لا عليك سوى أن تركز في الشرح وسوف تفهم أي شيء تراه أمامك. إن شاء الله وصلنا على نهاية الدرس يا شباب، أرجو إن شاء الله قد تكونوا استفدتم من هذا التطبيق، وبارك الله بكم. ولا تنسوا الإعجاب بالقناة ولايك للفيديو ومشاركتها أيضا، وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.